ان شاء الله رايح اشوف الزدر 1 حقتي وهي قاعد تنبني. خليكم تابعين. صار لي 8 ساعات نايم وباقي لنا 7 ساعات نوصل ان شاء الله. بعد سفر 3 دول 4 مدن ما بقى لنا شيء ونوصل. ما اقدر اعلمكم انا وين بالضبط، كل شيء راح يبين معاكم في الفيديو الجاي، خليكم متابعين.